يقبل. لا أدري سيد شنكر، لا أدري سيد شنكر، عفوا لا أدري إن كنت ما استمعت إليه بشكل صحيح أم لا. يعني أنتم لا تعتبرون ما تفعله إسرائيل جريمة حرب؟ أنا لست محاميا، أنا لا أستطيع أن أقطع في هذا الأمر، ولكن أقول أن هناك الكثير من التحقيقات التي تقول ذلك والتي تحدد ذلك، ولكن الأمر الأهم هو أن يقل استهداف المدنيين. لقد وجدنا أن هناك الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين، ولكن إن عدد من قتل من صفوف حماس هذه الجماعة الإرهابية في هذه الحرب هو قليل جدا. هذا هو الذي يقلق واشنطن. طب أنا أعلم بأنك لست محاميا، بل أنت دبلوماسيا مخضرما كنت في وزارة الخارجية الأمريكية، لذلك أسأل، يعني هل تعتبر ما فعلته حماس في 7 أكتوبر جريمة حرب؟ نعم، أنا أعتقد أنها قد انتهكت كل القوانين، وإنها قد استهدفت المدنيين. إنها جريمة حرب، لأنها هجمات إرهابية، لأننا وجدنا أن إسرائيل قد خرجت من غزة في 2005، وكانت حماس على سدة الحكم ولم تعمل من أجل الشعب في غزة، وإن مصر نفسها كان لديها رأي مشابه فيما يخص حماس، لأنها قتلت الآلاف من الأشخاص. لذلك فإننا ليس لدينا أي شك في أن قتل المدنيين يعتبر عملا إرهابيا. يعني قتل المدنيين في إسرائيل هو عمل إرهابي، إنما قتل المدنيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ليس عملا إرهابيا. هل لأن الفريق الأول هو فريق من يعني من صنف بشري مختلف عن الفريق الثاني؟ هل الفلسطينيون مواطنون من الدرجة العاشرة أناس، أم أنهم كما سماهم وزير الدفاع الإسرائيلي حيوانات؟ حسناً، بديزي بيد، الفلسطينيون ليسوا حيوانات، إن لديهم حقوق مثل غيرهم. الذي نقوله وهو الذي ينص عليه على قانون، إن من يقتل من المدنيين أو قتل المدنيين يعتبر جريمة حرب، ولكن ما تفعله إسرائيل هي أنها تحاول أن تلاحق الإرهابيين، ولكن حماس كما نعلم إنها وضعت هؤلاء المدنيين كدروع بشرية، وإننا لا نعلم أن حماس هي التي قتلت السيدات والأطفال في 7 أكتوبر. هذا الذي أريد أن أقوله. ما الذي تفعله إسرائيل الآن في فلسطين؟ نحن نعلم أنها تعتبر كارثة في نهاية المطاف، ولكن القانون هو الذي يحكم إذا كانت حرب أو جريمة حرب أم لا. يعني القانون له معايير يعني مختلفة في الولايات المتحدة، لكن